أعلنت إذاعة جيش الاحتلال رفع درجة التأهب في منظومات الدفاع الجوي استعدادا لهجوم محتمل من حزب الله ردا على هجوم الثلاثاء. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه تقرر الدفع سريعا بالفرقة 98 إلى الحدود الشمالية بدلا من قطاع غزة في ظل حالة الاستنفار القصوى خشية رد المحتمل من حزب الله اللبناني.